من هي ميغان ميركل؟ النجمة الأمريكية ميغان ميركل التي حظيت بشهرة كبيرة إثر مشاركتها في المسلسل الأمريكي سويتس، وذلك قبل أن تصبح حديث الجميع بعد الكشف عن العلاقة التي تجمعها بالأمير البريطاني هاري. ولدت ميغان ماركل في 4 من أغسطس أوت 1981 في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث أحبت التمثيل منذ أن كانت طفلة، وبالفعل التزمت ميغان ميركل بشغفها، فانتهى المطاف بمشاركتها في العديد من المسلسلات التلفزيونية قبل أن تحصل على الدور الأهم في مسيرتها الفنية، ألا وهو دور البطولة في المسلسل الأمريكي الشهير سويتس، مؤدية شخصية راتشل زين. تصدرت ميغان ميركل عناوين الصحف والأخبار العالمية بعد الإفصاح سنة 2016 عن علاقة رومانسية تجمعها بالأمير البريطاني هاري، حيث أعلن الثنائي في العام التالي عن خطوبتهما. أدارت ميغان ماركل في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017 مدونتها الخاصة The Tig. ولدت ميغان ماركل في 4 من أوت 1981 في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهي ابنة المعالجة النفسية ومدربة اليوغا دوريا، بينما والدها توم فكان يعمل مصورا وفنيا للإضاءة، علما أن ميغان ليس اسمها الحقيقي فاسمها بالولادة ريتشل ميغان ميركل. والمفارقة المضحكة أن دورها الأكثر نجاحا كان أداؤها لشخصية اسمها راتشل. خطفت ميغان انتباه الإعلام منذ أن كانت في 11 من عمرها، وذلك عندما كانت في مدرستها الابتدائية تشاهد إعلانات تلفزيونية مع زملائها كفرد مدرسي. عندما ظهر إعلان نسائي لغسل الأواني وكان يحمل لغة تمييز جنسية ضد النساء باحتوائه على جملة النساء في مختلف أنحاء أمريكا يحاربن الأواني والمقالي القذرة، صدمت الطفلة من الرسالة التي يطرحها الإعلان، لا سيما بعد أن قال زميلان لها في الصف أن الإعلان على حق والنساء مكانهم في المطابخ. أخبرت ميغان والدها بما جرى في المدرسة فشجعها على كتابة رسائل تشتكي فيها عما رأته، وبالفعل كتبت الطفلة العديد من الرسائل لشخصيات مهمة من بينها السيدة الأولى في تلك الفترة هيلاري كلينتون، لتفاجأ بعد فترة باستلامها للعديد من الرسائل التشجيعية قادمة من كل من بعثت إليه برسالة، ومن بينهم السيدة الأولى، إلى أن فرحتها الأكبر كانت عندما تم تغيير الشعار في إعلان سائل التنظيف إلى الناس في مختلف أنحاء أمريكا يحاربون الأواني والمقالي القذرة. حظيت ميغان ميركل في سنة 2002 على دورها التلفزيوني الأول، وذلك عندما حلت ضيفة على مسلسل جنرال هوسبيتال، لتتمكن بعدها من المشاركة في عدد من المسلسلات الأخرى منها The War at Home، CSE، نيويورك كاتس. وعدت الفنانة ميغان ميركل المنتج الأمريكي تريفر إنجلسون لعدة سنوات قبل أن يتزوجا سنة 2011، حتى انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين فقط. لدى ميغان ميركل العديد من الاهتمامات، منها ممارسة اليوغا تماما مثل والدتها، وتحب التخطيط وفن الطبخ، كما أنها كاتبة مقالات، حيث كتبت لصالح مجلة إل في المملكة المتحدة، كما أنها كانت تمتلك مدونتها الخاصة The Tig، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017. إلى جانب التمثيل، ميغان ناشطة في مجال الأعمال الخيرية، فهي مدافعة شرسة عن حقوق المرأة، وأحد الداعمين لحملة منظمة وورد فيجن لتوصيل المياه الصالحة للشرب لمن بحاجة إليها، إلى جانب قيامها بالعديد من النشاطات الأخرى. على الرغم من أن ميغان كانت قد حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في المسلسل التلفزيوني سويتس، إلا أنها قد لفتت أنظار العالم نحوها مجددا بعد أن كشف سنة 2016 أنها تخوض علاقة جدية تربطها مع الأمير البريطاني هاري. ظهر الثنائي معا بشكل علني للمرة الأولى خلال رعاية الأمير هاري لفعاليات دورة ألعاب إنفيكتوس الرياضية والتي أقيمت في تورونتو بكندا، حيث كان يتم تصوير مسلسل سويتس. تعززت الشكوك حول صحة علاقة الثنائي بعدما أعلن محرك البحث جوجل أن ميغان ميركل كانت أكثر ممثلة يتم البحث عنها في 2016.
إن الشائعات حول علاقة الأمير هاري قد دفعت كثيرا من الأشخاص للتهكم بالفنانة من خلال تعليقات جارحة عبر الإنترنت، وذلك لكونها أمريكية أفريقية الأصل، ما سبب لها كثير من الإحراج والإزعاج، الأمر الذي دفع قصر كينسينغتون لإصدار تصريح رسمي يدعو فيه لاحترام خصوصية الثنائي، ومنوها إلى قلة الاحترام من قبل التعليقات العنصرية التي أصدرها بعض الأشخاص عبر الإنترنت بحق الممثلة. أعلن الثنائي بتاريخ 27 من تشرين الثاني أنهما قد خطبا سرا في وقت سابق من ذلك الشهر، الأمر الذي قوبل بالكثير من التبريكات، حتى أن الأمير ويليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج قد قال: إن تعرفنا على ميغان ورؤيتنا كم هي وهاري سعداء بكونهما معا لأمر رائع للغاية. بعد عدة أسابيع أصدر إعلان رسمي عن قصر كينسينغتون يفيد أن العرس الملكي سيقام في 19 من ماي 2018 ضمن كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور. وجاءت تلك الأخبار بعد فترة وجيزة من إعلان محرك البحث جوجل عن إحصائيته في نهاية العام، حيث احتلت ميغان المركز الأول ضمن قائمة أكثر الممثلات التي يبحث عن اسمها من عام 2017، كما أنها جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر شخص يبحث عنه في ذلك العام، وذلك مباشرة بعد الشخصية التلفزيونية مات لاور. وقد ساهم بذلك طبعا رؤية معجبي الفنانة بتاريخ 21 من كانون الأول للصور التي أصدرت رسميا بعد جلسات تصوير تجمعها بالأمير هاري. قبل أن تحقق ميغان ميركل شهرتها، أعادت ميغان نفسها من موهبتها في فن التخطيط، تربطها علاقة صداقة قوية مع لاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامز، وهي تكبر الأمير هاري ب3 سنوات. كانت تلعب اليوغا مع والدتها منذ أن كانت بالسابعة من عمرها. بعد أن يقام العرس الملكي، ستصبح ميغان أول فرد أمريكي يصل إلى قلب العائلة الحاكمة.